نهاركم سعيد يا أولاد، كيف حالكم؟ بخير؟ اليوم سنتعلم قراءة الحرف ص. أي حرف يشبه الحرف ص؟ صحيح، الحرف ص يشبه الحرف ض، ولكن الحرف ص ما عنده نقطة على راسه. للحرف ص أربعة أشكال: ص في أول الكلمة وهي متصلة، ص في وسط الكلمة وهي متصلة، ص في آخر الكلمة وهي متصلة، ص منفصلة. هكذا نكتب الحرف ص: ص منفصلة، ص في أول الكلمة وهي متصلة، ص في وسط الكلمة وهي متصلة، ص في آخر الكلمة وهي متصلة. صياد. أين سمعنا الحرف ص في صياد؟ أحسنتم، في أول الكلمة. صحن. نسمع الحرف ص في أول الكلمة. قصر. أين سمعنا الحرف ص؟ جيد جدا، الحرف ص في وسط الكلمة. حصان. الحرف ص أيضا في وسط الكلمة. قفص. قفص. أسمع الحرف ص في آخر الكلمة. قميص. أسمع الحرف ص أيضا في آخر الكلمة. صوص. كم ص يوجد في صوص؟ أحسنتم يا أولاد، ص في أول الكلمة وهي متصلة، وص في آخر الكلمة منفصلة. والآن سنقرأ الحرف ص مع الأصوات القصيرة: ص صو صي صو. ص فوقه فتحة ص، ص فوقه ضمة ص، ص تحته كسرة صي، ص فوقه سكون ص. أما الآن سنقرأ الحرف ص مع الأصوات الطويلة: ص آ ص، ص أو صو، ص إي صي، ص إي صي، ص صو صي صي. ما هذا الحرف؟ نعم، إنه الحرف صو، أحسنتم. وهذا الحرف صي، جيد جدا. وهذا حرف ص، أحسنتم يا أولاد. أما هذا الحرف فهو الحرف صي، جيد جدا. ص صو صي ص، ص صو صي صي. أما الآن سوف نقرأ كلمات فيها حرف ص: ص بو ن، صابون، عصير، عصير، عصفور، عصفور، يفحص، يفحص، حصون،
حصون. عصفور يفحص حصون. عصفور يفحص حصون. صابون عصير. والآن سنقرأ هذه الكلمات ونكتبها بخط مرتب. صاد صاد. رقص رقص. صابر صابر. عاصي عاصي. عصى عصى. قفص قفص. أحسنتم يا أولاد، إلى اللقاء.